من جانبها أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي بأن عدد الحالات المصابة حاليا بلغ 79 حالة ومعظم الحالات مستقرة. احنا نتكلم عن 79 حالة الحين موجودة، معظم هذه الحالات مستقرة، أصلا معظمها ما عندها أعراض، ومثل ما تفضل دكتور مناف هم موجودين داخل المستشفيات عشان نتأكد أن هذا الفيروس ما يطلع للمجتمع وما يصيب أشخاص ثانيين. عندنا بس حالة واحدة اللي هي تحت العناية، وإن شاء الله تكون الأمور طيبة. مجموعة إن شاء الله راح تسمعون بعد المؤتمر وعلى بكرة في مجموعة إن شاء الله أعدادها متزايدة وراح تشفى إن شاء الله وتروح على منازلهم ولأهاليهم. أحب بس اللي أركز على النقطة اللي تفضل بها دكتور مناف بالنسبة للبروتوكول العلاجي. طبعا الكل يعرف على مستوى العالم ما في دواء واحد معين اللي هو اللي يعالج فيروس كوفيد 19 اللي هو المعروف، ولكن هناك مثل ما نقول أدوية مجربة على مستوى العالم. فإحنا هذا البروتوكول العلاجي اللي صار مميز في مملكة البحرين اعتمدنا عليه على خبرة الصين لأنهم عالجوا عدد حالات كبيرة، على زملائنا في دبي وفي عمان لأن عندهم حالات، وبع التجارب العلمية والبحوث العلمية اللي سوت في هذا المجال كلها جمعناها مع بعض وكان في بروتوكول علاجي. بالنسبة للحالات طبعا احنا نتعلم على هالمرض وقاعدين نشوف حالات جديدة، لاحظنا فعلا إذا كان عند المريض أو إن المصاب عنده أي نوع من أنواع المخاطرة أو احنا نسميها العوامل المخاطرة اللي هي الريسك فاكتور، نلاحظ على اليوم السابع أو الثامن تبدي حالاته شوية تسيء، ما تسيء بطريقة يعني كبيرة، يظل حالته مستقرة بس تبدي عليه علامات التهاب الرئوي. بس الحمد لله كلهم على العلاج والحمد لله نتائجهم جدا مطمئنة.